بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أرحب بكم وبحضرتكم من جديد لتعلن انطلاقة الشوط الخامس عشر للإبكار اللقاية المهجنات. انطلقت الأسماء والشعارات الباحثة عن الفوز وعن الناموس مباشرة مع المركز الأول، ليتابع سيافة سحمي بن علي بن مصلح بن جمهور الأحبابي مقدما لشعاره المركز الثاني، شعار راعي الطيرة من أبدع وأمتع في هذا الصباح، ليقدم لنا في هذه اللحظات الباهية محمد بن غصاب راعي الطيرة العامري مقدما لشعاره المركز الثاني القادمة والمنطلقة. أتابع انطلاقة وتقدم انتباه محمد بن حمدان بن أحمد بن علي الدرعي مقدما لشعاره المركز الرابع القادمة والمنطلقة. الضبيهية الحاضرة سالم بن أحمدي الشامسي مقدما لشعاره المركز الخامس القادمة في هذه اللحظات. أثيل محمد بن سعيد الخيلي مقدما لشعاره المركز السادس. الحضور والوصول من الأسماء، أتابع شعار بن عفصان قادم وشعار بن حبتور يتقدم في هذه اللحظات. ينطلق متابع عين الكرام مقدما لنا في هذه اللحظات. يا سلام القادمة متابعين الكرام والحاضرة مع المركز السادس. أتابع انطلاقة الحذرة مسلم بن حمد بن متعب العامري يقدم لنا شعاره المركز الثامن. الحضور من نهب صالح بن محمد بن سيف الجحافي قادما بشعاره المركز التاسع. أتابع اسم خطيب، أتابع شعار قادم في هذه اللحظات لتنطلق. وتتابعون انطلاقة راية حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري قادما بشعاره المركز التاسع. القادمة والمنطلقة شعارك يا بن عفصان مقدما لنا شباب هي القادمة. هادب بن حمد بن عفصان المنصوري والمركز العاشر. ياه يا اسماء، ياه شعارات قادمة قادمة بكل قوة. أتابع في هذه اللحظات خلاب جابر بن راشد بن محمد الهاجري الكيلو الأخير الكيلو الخطير. يا كبار يا عمالقة، العودة إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. ما زالت بهذه اللحظات انتباه متابعينا الكرام تحتل المركز الأول. بدأت تغادر في هذه اللحظات. الله يا انتباه وانطلاقتها محمد بن حمدان بن أحمد الدرعي بدأ يتحرك، بدأ يتحرك ليبدأ بالإقلاع ليبدأ بالعبور إلى الناموس. انتباه طارت بالفوز، طارت بالسلام. انتباه الدرعي، انتباه الدرعي غادرت بالفوز وغادرت بالانتصار. محمد بن حمدان بن أحمد بن علي الدرعي، الله يا الدرعي، طارت انتباه وغادرت بهذا الفارق الكبير. تهاني له،
تهانينا والناموس لمالك انتباه محمد بن حمدان بن حميد بن علي الدرعي. تهانينا والناموس. المركز الثاني سيافة سحمي بن علي بن مسرح بن جمهور الأحباب. المركز الثالث أثيل محمد بن سعيد بن محمد الخيلي. والمركز الرابع مركز الرابع كانت هقوى عبد الله بن سالم بن حميد المنصوري. والمركز الخامس شعار بن عفصان. متابعين الكرام وكانت شباب هادف بن حمد بن عفصان المنصوري. اذا تهانينا لمالك انتباه. التوقيت الزمني ولحظة الوصول 5 دقائق 56 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس. بينما اللي احتلت المركز الثاني حضرت بتوقيت زمني وقدر 6 دقائق بالوفاء والتمام. وكانت متابعنا الكرام كانت سيافة سحمي بن علي بن مصلح بن جمهور الأحبابي. بينما المركز الثالث وصلت بتوقيت زمني 6 دقائق 2:04 من الثانية وكانت أثيل محمد بن سعيد بن محمد الخيلي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.